منذ بداية 2020 مراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لهيئة صحة دبي والبالغ عددها 13 مركزاً قامت بإجراء 76,764,113 فحصاً، منها 664,329 للياقة البدنية و 99,784 فحصاً مهنياً، تشمل اختبارات الدم وتقييمات اللياقة البدنية المتعلقة بطبيعة الوظيفة وفقاً للإرشادات الدولية في هذا المجال. وحرصت هيئة الصحة في دبي على نشر وتوزيع مراكز خدمات اللياقة الطبية والمهنية في مختلف مناطق الإمارة، وذلك لتسهيل الحصول على الخدمة. الجدير بالذكر وجود 13 مركزاً للياقة البدنية وخمسة مراكز للفحوصات المهنية تلبي احتياجات المتعاملين من هذه الخدمة الضرورية لسكان الإمارات وزائريها في مختلف دول العالم. وهناك الخيارات المتعددة لخدمات اللياقة الطبية التي توفرها الهيئة، مثل خدمات اللياقة الطبية العادية وكبار الشخصيات وخدمات اللياقة الطبية، وذلك على مدار 24 ساعة و48 ساعة.